الاستعمار واحد. تعريف الاستعمار هو سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة من أجل استغلالها في المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية. آثار الاستعمار: عانت الكثير من دول العالم في فترة سابقة من ويلات الاستعمار، حيث سيطرت بعض الدول القوية على دول ضعيفة، فأدى بالتالي إلى نشر ثقافات الدول القوية في تلك الدول في استغلال خيرات الدول الضعيفة. دوافع الاستعمار: أولا الدوافع الاقتصادية، ولعل من أهمها التنافس بين دول أوروبا الصناعية للبحث عن المواد الخام اللازمة لمصانعها والحصول على أيدي عاملة رخيصة من بلدان العالم الضعيفة وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها الصناعية. أيضا تنافس مجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى للاستثمار في بعض بلدان آسيا وإفريقيا، وطلبها الدعم من الحكومات الأوروبية لحماية مصالحها، فكان ذلك مدخل للسيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية. أيضا من ضمن الدوافع الاقتصادية الرغبة في التخلص من الأزمة الغذائية في أوروبا، وذلك من خلال تأمين المواد الغذائية الزراعية اللازمة من بلدان العالم الضعيفة. الدوافع السياسية، ولعل من أهمها التنافس على بعض الدول والجزر ذات المواقع الاستراتيجية للسيطرة عليها والتحكم بها وتأمين الطرق التجارية. أيضا التوسع في الممتلكات والمستعمرات. أيضا من دوافع الاستعمار الدوافع الاجتماعية. نتيجة للنهضة الأوروبية تزايدت أعداد السكان في أوروبا بشكل كبير، وبدأت دول أوروبا الصناعية البحث عن مناطق جديدة تستوعب سكانها الراغبين في الهجرة إلى بلدان غنية بمواردها الطبيعية لاستثمار تلك الموارد. أخيرا الدوافع الثقافية، ولعل من أهمها نشر الثقافة والحضارة الأوروبية، نشر الأفكار والمبادئ الحزبية وتصدير الثقافة الثورية، نشر الديانة النصرانية بين شعوب العالم. أمثلة على الدول الإسلامية التي وقعت تحت الاستعمار: الدولة الاستعمارية، الدولة المستعمرة. أولا أسبانيا استعمرت أجزاء من المغرب بالإضافة إلى أجزاء من الفلبين. بريطانيا استعمرت دول عديدة وكثيرة، لعل من أهمها مصر، السودان، العراق، فلسطين، شرق الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، عدن، قبرص، جنوبي إيران، ماليزيا، أجزاء من الصومال، إريتريا، تنزانيا، أوغندا، نيجيريا. فرنسا واستعمرت دول عديدة من أهمها سوريا، لبنان، تونس، الجزائر، أجزاء من المغرب، موريتانيا، جيبوتي، تشاد، النيجر، مالي، السنغال، غينيا، مدغشقر. هولندا استعمرت جزر الهند الشرقية والتي تعرف الآن باسم إندونيسيا. بلجيكا استعمرت بعض الجزر في إندونيسيا. إيطاليا استعمرت ليبيا وجزء من الصومال وإريتريا. أخيرا روسيا والبرتغال استعمرت تركستان الغربية، الديار الإسلامية في حوض نهر الفولغا وأرال، شبه جزيرة القرم، بلاد القوقاز، شمالي إيران. أبرز دول الاستعمار كما هو واضح أمامنا على الخريطة هناك: أسبانيا، بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، روسيا، البرتغال. الملخص: الاستعمار، تعريفه، آثار الاستعمار، دوافع الاستعمار، أمثلة على الدول المستعمرة، أمثلة على دول الاستعمار.